هذا وسجلت مملكة البحرين انخفاضا في أعداد الحالات اليومية لفيروس كورونا. نعم، حيث أعلنت وزارة الصحة في آخر إحصائية لها تسجيل 31 حالة قائمة جديدة، منها 5 حالات لعمالة وافدة و22 حالة لمخالطين لحالات قائمة، إضافة إلى 4 حالات قادمة من الخارج، في حين لم تسجل أي حالة وفيات خلال اليوم. فيما أعلنت الوزارة تعافي 38 حالة إضافية، ليبلغ العدد الإجمالي للحالات القائمة 313 حالة.